استنكرت وزاره خارجيه مملكه البحرين بشده استمرار الميليشيات الحوثيه الارهابيه في اطلاق طائرات مسيره مفخخه تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية وأشادت وزارة الخارجية في بيان بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الطائرات وتدميرها كما أكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها المملكة ولقيت ترحيبا دوليا واسعا.